منشور في مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد أحد المسؤولين تسبب بنزاع عشائري طاحن استمر لأكثر من 24 ساعة في قضاء الإصلاح شرق ذي قار. النزاع تسبب بمقتل وإصابة أكثر من 15 شخصا بينهم ضابط بالأمن الوطني. المشاكل العشائرية التي تحدث في الأقضية والنواحي احنا نستنكرها حقيقة، يعني مشاكل عشائرية على أشياء بسيطة تافهة تشوف تروح تسحق أرواح بريئة. هذا هاي شوف هسه تصير هاي المشاكل والمعارك هسه تصير بين العشائر، هي سبب ضعف القانون. مع احترام القانون يجب على القانون أن يكون قوي، يضرب من يد من حديد كل إنسان مستهتر ما يحترم القانون، لأن إذا ضعف القانون ضعف الإنسان، وهذا الفقير بمن يهتم؟ يهتم بالقانون، أنا وأنت اللوذ بالقانون. هسه تشوف هاي المشاكل والانفلات الأمني بسبب ضعف القانون. النزاعات العشائرية مع الأسف وزهقة الأرواح في محافظتنا العزيزة، ونطالب التدخل الأمني وبقوة لحل هذه النزاعات إن شاء الله، ونسأل الله ورسوله ولن تتكرر هذه الأحداث. وتبقى معضلة الأمن في ذي قار عالقة مع انتشار النزاعات العشائرية والتي أصبح الشبه يومية وفي مناطق عدة ومتفرقة، ومع التأكيدات من القيادات الأمنية العليا على إنهاء هذه النزاعات، لكنها في ذي قار لم تنتهي ويمكن أن تتجدد فيها مرة أخرى. القوات الأمنية حاليا مسيطرة على الوضع، ماسكة الأرض، نتمنى إن شاء الله حل هذا الموضوع. هناك وفود من العشائر إن شاء الله راح تتجه إلى قضاء الإصلاح لغرض حل هذا الموضوع، بالإضافة إلى وفد من المحافظة، لأنه حقيقة إحنا يعني عز علينا أن نرى يعني أهالينا يتقاتلون فيما بينهم، خاصة وإحنا بشهر فضيل شهر رمضان. وعلى الرغم من دخول القوات الأمنية لقضاء الإصلاح، لكن الأوضاع هناك ما زالت متوترة في ظل استمرار الخلافات الدائرة بين العشائر فيها، وسط مطالبات بإجراءات أمنية حازمة لإنهاء النزاعات المسلحة. لقناة التغيير الفضائية، سلام السرهيد، ذي قار.